يلا بسرعة 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 صديق. يلا شوف هذا أغراض غرفة شيل كله، هذا حق جده أنا موت الله يرحمه. الله يرحمه. ما في مشكلة، أنت شيل ودي بيت أو ودي حراج شيل فلوس ما في مشكلة، بس أنا أجي بعد ساعة هنا حصل واحد نفر في مشكل كبير. أوكي معلوم بابا. يلا بابا يجان سارة سامان نكاله جلدي يدرسي سامان نكاله. ما خلصتوا أنتم؟ وش تسوون هنا؟ أوف خلاص صديق خلاص أنا ما يبغى شغل. يلا روح روح أنت يلا برا برا برا. يلا أنت كلام شيل كله أغراض، أنا دحين لازم شيل صندوق. أتحداك تشيل الصندوق يا ورع على كيفك. هي يا للأم الاستقعاد بثر أنت. يلا توكل على الله، خذ هذا فلوس صديق، هذا فلوس أمسك. يلا 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 لا تقلت نظرني أنت، خذ خذ هذا المشتل، خذ يلا يلا. هلا والله بالصندوق البطل، أتحداك يا شيخ. العاب لحظة لحظة قاطع 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 وش اللي قاطع وش اللي قاطع قطعت أنا؟ لا مو قاطع مو قاطع. أيوه تعجبني حتى خويك شوف. أنت معي أنت معي أنت قم اطلع برا، عندي اجتماع سري مع العيال. ما هو؟ شو تطردني؟ يا حبيبي ما طردتك ولا شيء، قلت لك اجتماع خاص. يلا شخرج وهتندم. يا شيخ انقلع بس. يلا عليك صك الباب وخذ نعالك. خير ايش فيك انت خرجتنا داي داخل ومشي الرجال في شيء؟ خير يا عيال، الموضوع هذا مهم جدا واحتاج صملة منكم ووقفة رجال. أنتم معي معك يا شيخ. روح كفو. أبشر بسعدك اللي فتحت الوصية، كتابي هذا يدل على كنز والحظ لعاندك يوم وحق لك أيام. رح يم المزرعة الغربية بهابير دون سورها الشمالي، انزل فيه وتلقى لزومك. كنز كنز يا عيال كنز. ايه كنز، وهذه الوصية لقيتها ببيت جدي. طيب اذا لقيت الكنز من اللي بياخذه؟ يا مخ اكيد هو هو اللي محصل الشيء ذا. اصلا لو اقدر اروح اخذها لحالي كان ما عبرتكم سحبت عليكم، بس الموضوع صعب، المزرعة تبعد عن الرياض 40 كيلو ومهجورة لنا سنين ما رحنا لها. طيب انت تدلها تدل المزرعة ولا مدرع مع لحماها؟ ايه هدلها. كفو. بس موضوع صعب يا عيال، يبي له تعب ويبي له جهد، وإذا رحتوا معي ووقفتوا معي أبعطيكم نصيب من الكنز. كفو يا عم كبير كبير يا شيخ. كفوكم الطيب. عطى عطى جيدة جيدة. يا حي الله بالشيخ عامر، يا مرحبا وسهلا، تو المجلس منور بوجودك يا شيخ. يستاهل عطا الرجال اللي عنده قصيدتن يقولها يا شيخ. لا 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 خله يقولها. جلسة مع الكفو تسوى ملايين ولا الزرايب ما منهم رقاك كذا. يا كذاب يا حرامي، هذه شيلتي حقتي لعد تسرقها تفهم ولا ما تفهم؟ مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني، واتعبني قلبك مع الحساد اتعبني. يا ما نصحتك وقلتك كانك تحبني، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. ألو هلا هلا حبيبي. إيه اسمع لا تكثر بربرة، اسمع جهز لي الطيارة الخاصة حقتي وشغلها لين تحتر وبجيك الآن، وجهزوا السيرفس. قرب قرب يا ولد، الحق ما تلحق. البليلة إيه البليلة بليلة يا بليلة بليلة يا بليلة، الحق يا ولد الحق. الزين عندنا والشيل حوالينا، الحق يا ولد.
والبير. وينه؟ هذاك هو يا عيال. يلا يا شكش، شكلك كذا سبايدر مان، طب وزحلك. يلا يا بطل. ولا يهمك من عيوني. اسري لا بوكس. الكنز حق جد عامر مو حق جدي. لا حد يناظرني. ها انا والله ماني في السباحه، ولا كان طبيت محافر صراحه. يا سبك البير مهجور وناشف، لكن خلكم انتم من الورعه، خلوها علي يا عيال. ما لقيت الكنز يا عيال، بس لقيت الورقة ذي. وقف عندك انت وهو، بتعملوا ايه هنا يا حرنشي؟ منك ليه ليه ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا يا عيال؟ هذا شكله ساحر. ساحر مين يا مجنون انت؟ انطق يا ولد وقول، بتعملوا هنا ايه بين مضروبكم بالنار كلكم؟ يا ابن الحلال، ذا جده مات وقاعدين ندور الصندوق حقه. صندوق ايش؟ احنا ما عندنا صندوق. قابل انت. ايه يا عم الحج، هذه مزرعة جدي وانا عامر ولد ابو عامر. عامر ولد ابو عامر، حقك علي، اللي ما يعرفك يجهلك. انا حارس المزرعة اللي جنبيكم، والمزرعة دي مهجورة من سنين طويلة ما حدش عايجيها. واول ما سمعت الصوت استغربت، عفريت دي ولا حرامية؟ حرامية وش بيسرقون؟ سعف النخل ولا ثعابين؟ الزبدة لا حد يدري ان جينا المزرعة، تفهم ولا ما تفهم؟ كيه حقك علي. يلا عيال للزينة. يلا هبشر بالخير، واصل طريقك، وباقي العلم تلقاه في بندق حمد المنفهد، منقوش عليها اسمه، اكسرها وينكسر الشر وينفتح لك باب الخير. يا ابو ايش المفهز ده؟ عامر، أنت ما تعرف أحد بالاسم هذا؟ لا، أول مرة أسمعه، بس مالكم إلا اللي يجيب العلم. يبا، من هو محمد المنفهد؟ وش جاب طاري وأنا أبوك؟ لا بس قد سمعت جدي الله يرحمه جاب طاري بسالفة. الله يشكر أجله. يا الغالي، حدد وضعك، تضحك ولا تصيح؟ لا والله، الله يبارك ارتزم جدك، جاء على بالي وياه الحلو. الله يسكنه الجنة ويرحمه والدينا ووالديكم. الله يرحمه، الله يرحمه. نرجع لموضوعنا. حمد المنفهد هذا صديق جدك الله يرحمه. ما شاء الله، المنفهد هذا أرزقه الله وجمع مالا كثير، وتوفى قبل 10 سنين، ورثه ولده أبو طلال. الشيخ أبو طلال ما غيره؟ اي ابو طلال الشيخ ما غيره. ايه يعطيك العافيه يبا. هذا ابو طلال اللي على العز مرباه، فيها الطناخه والكرم والمروه، خذها نصيحه واترك اللي ترجاه، من شاء لا يزعل ولا يضيق جوه. ابو طلال اللي على العز مرباه، فيها الكرم والمروة. كفو، تستاهل، عساك سالم وغانم. عطوه اللي يبي، عطوه. لا أبشرك، الحمد لله الصيد السنة هذه طيب، الحمد لله. يلا واحد أبشر. شف شف عمر، ورا ما تقوم قدام الشيخ تقولك بيتين شعر؟ أنا؟ هي ابن الحلم، وجهك وجه شاعر، وإذا قال لك اطلب قلبي البندق. بس أنا مالي في القصايد، تخصصي شيلات. أقول يا شباب، خلوا الموضوع علي، شوفوا تركي شي بيسوي، تفرجوا. يا شيخ أبو طلال، أنا عندي قصيدة ممكن أقولها؟ أسلم. على المرور. ساكم الله بالخير. خلاصك الله بالنور. صبولي من الكيف
ورهولي من الدلة دلة ألبلنا الأشقر ألبلنا الأشقر يداوي الراس فنجالة فنجالة الله الله عليك أقول على هونك يا الأخو أقول يا جماعة الخير الحين القصيدة هذه مهيب للشاعر خلف بن هذال إلا يا شيخ هذه قصيدة خلف بن هذال نفسها يا شيخ أجل وش قاعد يقول هذا صبولي أقول القصيدة معروفة وشاعرها معروف انتظر مكانك الله يحفظك سمي شاعر أبشي طلب الله يفشلك زارف قصيدة من النت مسوي تسوقه على الشيخ شكرا يا جماعة الخير كنت بنقذ الموقف ما توقعت ان الشيخ دقيق لهالدرجة وراكم انتم اجل تنقذ الموقف يا السبك ها سيبوا الامور عندي ازهمها انت وهو ازهموك عشر سكن في زاوية ايه 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 تعال تعال لا تتحمس يا ليل ام الفيل عيال شيخ ابو طلال عندي قصيدة شعرية اسلم ابو طلال حبك في قلبي ساكن وانا قلبي مو متين من حبه يا ناس يا هو جاني سكر ادوني شويه انسولين حبشتك ويا حبشتك والقلب من ابو طلال اشتكى اليوم لقيته هي فرحه هي فرحه وحبشتك وبشتك وشكشك الله يوسع صدرك بالعافية وسع صدورنا لا 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 نبي كل يوم تجي عندنا نية ما شاء الله عليك اطلب اطلب اللي تبي أبغى 10,000 بس تستاهل تستاهل عطوه عطوه همش قدامي تبيعنا وتجحدنا يا قليل الخاتمة يوم قربنا ناخذ البندق من الشيخ يا ورع ويا ليتك جاحدنا على حاجة تسوى 10,000 يا براطم يا عبسي سري 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 أقول لك أي انت حول ايش فيه اسمع شكش الحين الحين تروح جيب بندق حمد المنفذ بأي طريقة تفهم ولا ما تفهم؟ لا ما أفهم والشيخ أداني الفلوس هذه لي الشيخ أداك الفلوس لي ها؟ السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام يا هلا وش عندك الحين؟ عاد أرجع 10,000 وأخذ البندقية دي عطوه اللي يبي كل اللي يبي عطوه يستاهل بتصل بذن اللي ما تنام عينه لا تتسرع ولا تجزع كرسي المشراق بتلقاه بهالمكتوب اللي يدلك على الكنز حلو قربنا نلقى الكنز يا عيال بس يا جماعة وش ذا الكرسي اللي يتكلم عنه كرسي المشراق حق جدي اللي شاله راجو ايش ابغى اسوي الكلام دحين اول قول كت اوت شلجه وبر هدي شويه شويه عشان قرقر ايش ابغى دحين انت معلوم كرسي اول شيء من غرفه اوه هذا كرسي انا بيه صديق تاني غرفه موجود هم عاد يا دليل يا جماعه الحين شو السوات يا عيال خلوها علي يا عيال معلوم فين مكان غرفه هذا كيف ما في معلوم ايوه معلوم أبي السلام عليكم صديق وعليكم السلام باي أنا كفيل وأودي برا بدر وشيل فلوس كله بدر ودنيا خرابة أنا كلام مسكين أنا ليه سوي كده هو كلام أنا ما في معلوم أنا إيش أنا سوي دنيا أنا أنت كنت سوي دنيا أنا तुम्हें मालूम है क्या आजकल हालात क्या चल रहे हैं ना कोई बात नहीं अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाभी भी आ जाओ मैं तेरे वाला नहीं भाई अंदर आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब ताज ताज जुबा ताज ताज जुबा ताज सलाम अलैकुम भाई एचपी
أنت في نوم هنا اليوم، أوكي؟ نوم هنا؟ أنت نوم اليوم هنا، ثاني يوم ثالث يوم أنت في روح، دور ثاني مكان، كويس؟ كويس. طيب. باي. ها. الله يستر يا عيال، الله يستر من عامر ذا، ما أدري إيش مسوي، أكيد هيتنكب وينكبنا معاه. يا أخي عامر كفو وذيبان، وبيجيب الكرسي طرق. تدرون أنا وش اللي قاهرني يا شباب؟ أنا ودي إنه أنا اللي سويت دور الهندي صراحة. أنا أساساً مدمن أفلام هندية. شوف ما كفاك الزيت والفرقة اللي في شعري؟ يا رجال اسكت وتلايط، نسينا موضوع القصيدة اللي قبل انكبتنا فيها ولا لا؟ يا عيول عامر أرسل رسالة يقول الأمور مرة تمام، وإن شاء الله الوعد الساعة 2 عند باب العزبة. يا أخي ما قلت لكم عامر إنه كفو ذيبان، كفو عليه. ما يبطي بالسيل إلا كبره، ودامك صبرت وصابرت فبشر بالخير رحلة من الروضة الشرقية لحول. يا جماعة يا جماعة ما تلاحظون إن السالفة طارت شوي؟ شكل جد عامر ذا قاعد يطقطق علينا. أي كمل يا أبوي، تحصل وصف حق الكنز، كمل. وش وصف كنز وما كنز يا جون سيلفر الحين؟ قرب الكنز يا عيال، بنلقاه ونفل أمها. يلا عيال كفو كفو، أماتكم عيال. إيه تراك وترتل في التراب هذا، بعدين إيش عرفك إنه الكنز هنا؟ إيه لا تنفخ لا تنفخ، تفهم ولا ما تفهم؟ أنا متأكد إن الكنز هنا بالضبط. يا ابن الحلال أنت وياه، أنا حاسبها مرة من أول ما دخلنا الردمية، يقول خل حجاجك شرق وهذا هو الضلع، احسب 10 متر تلقى الكنز هنا، أنا حاسبها بالمتر يا ابن الحلال. شوف أنت تراك ضايق وصلي وقافلة معي، وش اللي حاسبها 10 متر مع 10 متر يا أخي؟ أنت جاي تفرش بيتكم ولا جاي تحفر الكنز؟ ترى بهالفاروع أظنك لا أخلي الشمسية تدور هليكوبتر وتطير فيك يا كيوت. يا عيال ما لها داعي نفصل على بعض، خلاص همتكم، قوم من تعاونوا ما ذلوا. عطني أنت يا إيه. بسم الله بسم الله. وصلت يا مل الغناء، ومن صبر نال، والصبر مفتاح الفرج. هذه وصاتي لك، احفظها زين وورثها لعيالك وعيال عيالك، وعسى الكنز مبروك عليك. ومزعجنا انت وكنزك وجدك ذا اللي مسوي فيها حكيم يا حساوة ظهرة، حتعبنا على الفاضي. فقي برد البوكس حقي واحد واثنين وثلاثة، ورجع 10,000 اللي اكلتها. ايه وانا وش دراني ان جد مسوي فيها الجاحظ؟ مسوي فيها الجاحظ؟ تلايط واسكت يا وجه النكبة. يلا يا عيال. اركض بديتك